بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نتابع قراءتنا في كتاب كيف نتعامل مع القرآن. كتاب مهم يعطينا منهجية لتدارس القرآن وللتعامل مع القرآن، وهي مدارسة بين الشيخ محمد الغزالي والأستاذ عمر عبيد حسنة. واليوم مع فقرة جديدة بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن. لقد شاع في الآونة الأخيرة مصطلح الإعجاز العلمي في القرآن إلى درجة إنشاء مؤسسات للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حتى وصل الأمر عند بعضهم إلى محاولة تحميل الآيات ما لا تحتمل من النظريات والاكتشافات العلمية. ومن الأمور المعروفة أن العلم وصل إلى آفاق وأبعاد متقدمة جدا جدا، وأن الإعجاز يعني استمرارية المعجزة وخلودها، لأن خلود المعجزة ثمرة لخلود الإسلام. والقول بالإعجاز العلمي في القرآن قول يحمل الكثير من المخاطر والمجازفات إذا نظرنا لبعض الإشارات العلمية التي وردت في القرآن بمقابل ما وصل إليه العلم الحديث. فالكلام عن مراحل الخلق وتطور الأجنة وما إلى ذلك مما أثبته العلم بعد آماد، لا شك أنه يدل دلالة واضحة على أن القرآن الذي أخبر بهذا ضمن الظروف العلمية السائدة هو من عند الله. ولكن أن يصل الأمر إلى تسميته إعجازا، أظن أن ذلك يحمل كثيرا من المجازفة كما أسلفنا. وقد يكون التعبير الأمثل على ذلك أنه من دلائل النبوة. ولا شك أن القرآن لفت نظر الإنسان إلى الحقائق العلمية أيضا، ووضع الإنسان في المناخ العلمي، حيث حثه على التأمل والنظر والاختبار وملاحظة اضطراد القوانين والسنن ليبتكر ويكتشف ويخترع ويسخر. أما أن يسمى ذلك إعجازا علميا بمعنى استمرار الإعجاز وخلوده، فتلك قضية غير دقيقة وإن كان معجزا في وقته، خاصة أن محل القرآن هو الإنسان ابتداء والارتقاء به، ومجال الإنسان هو العلم والكشف والاختراع لأداء الاستخلاف الإنساني وعمارة الأرض بالعلم. يعجب الإنسان مما اكتشف أخيرا، فنحن في الطائرة مثلا نشعر وكأننا نمر بجبال، وقد نرى صور السحوب أمامنا وكأنها الجبال التي نراها من بعيد على ظهر الأرض على شكل سلاسل في الصحراء. وانفراد القرآن بهذا الوصف قبل أن يتمكن أحد من الصعود 10 كيلومترات في الجو ويتعرف على ما فيه، لا شك أن هذا نوع من الإعجاز. قبل أن يكون هناك تصوير بالأشعة، وقبل أن يكون هناك علم تشريح، أمكن معرفة أطوار التخلق البشري ونمو الجنين والمراحل التي ذكرها القرآن وتفرد بها. ولما تعرف في كتاب لا ديني ولا مدني في الأيام السابقة، وجاء العلم فوثقها وكملها، هذا من دون شك يدل على الإعجاز. ما الإعجاز؟ الإعجاز هو أن يعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذا. هم عجزوا عن الإتيان بآيات تدانيه. الخلود يعني عجز البشر عن الوصول إلى ما وصل إليه القرآن من الإشارة للحقائق والقوانين العلمية وما إلى ذلك. إذا سلمنا بأن هناك شيئا من الإعجاز العلمي، لكن العلم الآن وقد وصل إلى ما وصل إليه أثبت ما وصل إليه، وأصبح ما أثبته القرآن غير معجز لعالم اليوم. لقد استطاع العلم كشف آفاق تجاوزت ما ورد من إشارات علمية في القرآن،
لأن ما جاء به القرآن كان معجزا في عصر معين، ولا يمكن أن نحكم بإعجازه إلا من خلال ذلك العصر. أما اليوم فقد تجاوز العلم تلك الآفاق، مما قد يدفعنا إلى القول بأن هذه الآيات ليست معجزة لعالم اليوم، وأنها كانت معجزة لعالم الأمس. والقرآن معجزة لها صفة الخلود، فلماذا لا نقول إن هذا من دلائل النبوة؟ وقد يكون من المفيد التفريق بين دلائل النبوة والإعجاز. الإعجاز هو الأمر الذي لا يستطيع الناس الإتيان بمثله، فهو أمر خارق للعادة، يعجز الناس عن الإتيان بمثله في كل العصور. كونهم الآن عرفوا تطور الأجنة ووصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك في هذا الأمر، وكون القرآن ذكر في فترة ماضية لم يكن العلم ولم تكن الوسائل مؤهلة لإعطاء الإنسان هذه المعلومة، فذلك لا يعني إبطال الإعجاز. الإعجاز في أني استطعت بنظر غير طبيعي أن أعرف ما هناك، فإذا كان الناس قد وصلوا من بعد إلى هنالك وعرفوا، بقي لي حق تاريخي. خلود المعجزة يعني استمرارية العجز عن الإتيان بمثلها، فلو جاء في عصر من العصور من استطاع أن يأتي ولو جدلا أو فرضا بمثل هذا القرآن الكريم أو بمثل آيات منه لبطل خلود الإعجاز. الخلود يعني الاستمرارية، والاستمرارية في أني مثلا استطعت أن أصل بالطائرة ما بين فلسطين ومكة في ربع ساعة، فهل هذا يعني أن الإسراء ليس معجزة؟ لا، يعني أن الإسراء معجزة مادية حدثت في زمن معين، لكن الإسراء لم يعتبر المعجزة الخالدة. المعجزة الخالدة هي القرآن. معنى إعجاز القرآن العلمي أنه اكتشف كنه شيء ما كان الناس يستطيعون أبدا أن يعرفوه في حينه، كون أنه بعد قرون عرف أن ما اكتشفه القرآن حق، فهذا دليل صدقه. أنا أقول بذلك، أقول إنه دليل صدقه ودليل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل مصداقية القرآن. أما تسميته إعجازا فهذا الذي أتوقف عنده، لأني أرى ذلك يتعارض مع خلود المعجزة. القرآن هو المعجزة الخالدة، وإلى الآن لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. والخلاف بيني وبينك حول التسمية بالإعجاز خلاف لفظي ليس له قيمة كبيرة. والقرآن ليس كتاب تاريخ، بمعنى أنه لا يحدد مكان الميلاد ولا زمان المواليد بدقة، ولا يذكر تفاصيل الوقائع التي يعني التاريخ دائما بذكرها، لكنه في نطاق ما يفيد العبرة يذكر الوقائع في قصص الأولين. فلولا كتب التاريخ لما عرفت أن عادا تقع في جنوب جزيرة العرب، إذ القرآن لم يذكر المكان والزمان اللذين وقعت فيهما قصة قوم عاد. كل ما هنالك خصال البشر التي يريد القرآن تهذيبها من غرور وكبرياء وتطاول على الآخرين وجبروت إلى آخره، هذا هو الذي يهم القرآن. هناك بعض الناس يأتي إلى الطب النبوي يقول لك الطب النبوي، وأنا لا أستطيع أن أقول إن هناك طبا نبويا وطبا غير نبوي. بعض الناس يمكن أن يضع ذلك في طور الإعجاز أيضا. الطب كما يقول ابن خلدون أو غيره من المسائل العادية أو من الصناعات، والصناعة لا علاقة لها بالعبادة، وليس القرآن مصدرا لدراسة الطب، وأنه كتاب طب.
وأنكر الشاطبي في كتابه الموافقات الإعجاز العلمي، وتكلم في هذا وقال عن الشريعة إنها أمية. ونقده الشيخ بن عاشور في تفسيره وقال إن هذا الكلام مرفوض، الشريعة ليست أمية ولكنها إنسانية وراقية جدا. يكفيني أنه منذ 15 قرنا أن القرآن تكلم عن أبعاد الكون وقال عن النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالمنزل هنا من غير شك هو الذي تكلم هذا الكلام. الآن أبعاد الكون والأرقام الفلكية تعجز الخيال. أنا اعتبرت أن كون عيسى عليه السلام شفى مريضا فذلك من الإعجاز، وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن فهذا لا يبطل إعجاز عيسى عليه السلام. هذا صحيح، لكن نحن نقول بأن المعجزة نوعان، معجزة مجردة ومستمرة ودائمة وغير مرتبطة بأشخاص الأنبياء، خالدة مجردة عن حدود الزمان والمكان. سيبقى الناس عاجزين عن الإتيان بمثلها حتى يوم القيامة، وهي القرآن. ومعجزة مجسدة مادية مرتبطة بأشخاص الأنبياء، وجدت بوجودهم وانتهت بوفاتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات مادية مثل الإسراء، نبع الماء إلى آخره، ما في هذا شك. لكن قصة مثل هزيمة الرومان، وكانت هزيمة ساحقة، فهذا من غير شك تنبؤ يدل على شيء غير عادي. فالقرآن دخل في مجازفة خطيرة، تقول الآية وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويحدد في بضع سنين، ثم يتم ما كان، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقد جاءت القصة مع نصر الله للمؤمنين في بدر، وهذا كشف عن جانب غيبي هو من غير شك معجزة قرآنية باقية لقيام الساعة. أن يحدث القرآن عن شيء أنه سيقع قبل أن يتبين أي شيء فيقع، فتلك معجزة. وفي آية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إخبار عن شيء سيقع ووقع فعلا. ويمكن أن نجد في الأحاديث مثل ذلك، قوله إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهذا وقع فعلا، وستفتحون مصر، وهذا وقع أيضا. أما ما يسمى بالإعجاز العددي فهو ضرب من السخف يختلف من كتاب لآخر. أذكر أني قرأت كتابا لأحد المؤلفين سماه 19 من قوله تعالى عليها 19، وذكر المؤلف كلمات كثيرة قال إنها قائمة على العدد 19، وقال كلاما كثيرا. من أين هذا؟ هذا نوع من السخف. ثم إن القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم تتكون من 19 حرفا فهو كلام سخيف أيضا، لأنه لكي نتحايل على هذا اعتبرنا الألف محذوفة وغير موجودة نهائيا، واعتبرنا الحرف المشدد حرفا واحدا، وهذا كلام لا يقال، ففيه كثير من التعسف. لقد ألف الرجل جملا كثيرا وجملا مضحكة يتكون منها العدد 19، ولا يدل هذا على شيء. هناك جانب آخر من جوانب الإعجاز القرآني، وهو ذكر بعض الحقائق العلمية للفت نظر الإنسان ودعوته إلى الملاحظة والتدبر والاختبار، ووضع الإنسان المسلم في مناخ علمي ولم يقرر له علوما معينة، وإنما وضعه في مناخ علمي لينطلق في النظر إلى الكون ويستخدم حواسه. منابع الإيمان عندنا في ديننا هي التأمل،
وهذا ما ذكره الدكتور راشد المبارك عندما قال إن كلمة فكر ليس لها ورود في أكثر ما وصل إلينا من التراث الجاهلي شعره ونثره، بينما امتلأ بها القرآن، بل إنه أكثر ما كلف الناس به. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. القرآن يجعل بناء الإيمان على دراسات كونية ودراسة إيمانية نفسية، وهو يخالف بهذا الكتب السماوية السابقة التي يكاد يكون مصدر الإيمان فيها الرسول الذي جاء يحدث الناس عن الله. أما تكليف الناس بأن يرتبوا نتائج على مقدمات بفكرهم، هذا هو الذي فرضه القرآن. ولذلك مع التقدم العلمي الجديد الذي صدق وصف القرآن للكون، يجيء التلاقي بين العلم والإيمان. وإذا كان هناك بعض الناس يجعل الإيمان من أعمال الوجدان أو القلوب، إلا أن الإيمان من آثار العلم ابتداء. ولذلك قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا بد من عقل جبار قائم يكشف الحقائق ويزيح عنها الستار، ويتعرف على ما تلمسه الملائكة بحسها ونعرفه نحن بعقولنا. العقل هنا أساس. عظمة القرآن من الناحية العلمية أو ما نسميه الإعجاز العلمي، هي أن الكون هو الوعاء الذي يضم عناصر الإيمان الأساسية. بدأ قديم الأمر بالنظر فيه، وتحول النظر فيه الآن إلى عمل للناس. إنما وضع الناس فيه أصابعهم واستيقنوا منه، كان القرآن يصوره قبل هذا اليقين كأنه فعل ملموس، وهذه هي عظمة القرآن. نقف عند هذا الحد، وكنا قد تناولنا قضية الإعجاز العلمي في القرآن، وكيف أن الشيخين فضل أن يستعمل مصطلح دلائل النبوة على مصطلح الإعجاز العلمي، وبينوا ذلك في أمثلة كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.